صباح النور، كيف حالكم يا صغاري؟ بخير. أو بداية معكم المعلمة عليا عباس من مدرسة الشهيد يوسف محمد. في بداية سوف نتعرف على أسمائكم لأنكم مشاركين الآن معنا في مادة من موادنا الدراسية. نبدأ من عندك، تفضلي. الرفيقة الطليعية غناء ملحيم. الرفيق الطليعي حمزة محمود. الرفيقة الطليعية لجين عبيدو. الرفيق الطليعي زين محمود. الرفيق الطليعي زكريا حماشي. الرفيق الطليعي محمد القيم. أهلا بكم. إذا اليوم درسنا سنختاره من مادة العلوم. مادة العلوم، ماذا ندرس في مادة العلوم؟ ماذا ندرس دائما في مادة العلوم؟ تفضل يا لجين. ندرس فيها عن حياة الكائنات الحية. أحسنت، إذا ندرس بها حياة الكائنات الحية. محمد، سنتذكر ما هي الكائنات الحية؟ الإنسان والحيوان والنبات. الإنسان والحيوان والنبات، ولكن الآن سمعت أنكم تقومون بحوار أو مناقشة حول موضوع ما. أريد منكم اليوم أن تعيدوا لي هذا الحوار لأنني أريد أن أشارككم بهذا الحوار، ما رأيكم؟ نعم. تفضلوا. مرحبا يا أصدقائي. أهلا بك. عن ماذا تتحدثون؟ نفكر في على يوم زيارة صديقنا المريض سامي، هل تذهبين معنا؟ نعم بكل سرور. أفكر أن نأخذ له بعضا من الحلويات، إنه يحبها كثيرا. كلا، الحلويات ليست مفيدة، سنأخذ معنا بعضا من الثمار. نعم هذا صحيح، لقد قرأت عن فوائدها الكثيرة وخاصة في حالات المرض. إذن شكرا لكم على هذا الحوار، ولكن أريد أن أسألكم سؤالا صغيرا لم أنتبه إليه أنا. أريد أن تخبروني ما هو الموضوع الذي تناقشتم به؟ ما الموضوع الذي تناقشتم حوله عندما أردتم الزيارة صديقكم المريض سامي؟ زكريا تفضل. عن أهمية الثمار. إذا تحدثتم عن أهمية الثمار، إذا درسنا لليوم في مادة العلوم هو عن أهمية عن درسنا عن أهمية تفضل الثمار. إذا ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ تفضل يا حمزة، ماذا الخضار والفواكه. إذا تشاهد الخضار والفواكه. لجي، كيف يبدو شكل هذه الثمار؟ شكلها مختلف. إذا شكلها مختلف عن بعضها الآخر. من يسمي لي بعض الثمار التي تشاهدونها؟ من يسمي لي بعض الثمار؟ محمد. الموز. الموز أيضا. غنى، أعطنا ثمرة تشاهدينها. التفاح. التفاح أيضا. ماذا نشاهد؟ تفضل يا حمزة. الإيجار. إذا لدينا مجموعة كبيرة من الثمار التي تشمل الخضار والفواكه. اليوم سوف نتعرف على أشكال هذه الثمار وهي ما فائدتها بالنسبة إلى جسمنا. نبدأ في المجموعة الأولى. نبدأ بالمجموعة الأولى. ننتقل إلى المجموعة الأولى. سنشاهد ثمرة من الثمار التي نحن دائما نركز على تناولها وعلى التأكيد عليها دائما. نسمع الأهل، نسمع والدين دائما يركزون على الإكثار منها، أكثر من الحلويات، كما شاهدنا في الحوار الذي دار بينكم. الآن لدينا الثمرة الأولى أو ثمرتان نشاهد. أولا سنسمي ما الثمرتان التي نشاهدها محمد؟ الموز والفاصوليا. الموز والفاصوليا. انظروا إلى هذه الثمار، كيف يبدو شكلها لديكم؟ كيف يبدو شكلها يا غناء؟ شكلها قرني. شكلها قرني، إنها ثمار قرنية الشكل. لما سميت قرنية الشكل؟ لماذا أطلقنا عليها هذا التسمية حمزة؟ لأنها تشبه القرن. إذا نعيد، أول شكل من أشكال الثمار هو ثمار قرنية الشكل مثل الموز والفاصوليا. إذا ننتقل الآن إلى الشكل الآخر من أشكال الثمار. انظروا إلى هذه الثمار. من يسمي لي أولا الثمرة التي نشاهدها؟ زين. الجوز والصبار. الجوز والصبار، كيف يبدو شكلها؟ كيف يبدو شكلها غنى؟ شكلها بيضوي. إذا شكلها بيضوي، ماذا تشبه؟ ما
من لفظ الشكل ماذا تشبه بيضوي؟ تفضل يا زكريا. تشبه البيض. تشبه البيض، أحسنت. إذا الشكل الثاني من أشكال الثمار هي ثمار بيضوية الشكل، تشبه البيض. ولكن من يحب ثمرة الصبار؟ ثمرة الصبار من يحبها؟ زكريا هل تحب ثمرة الصبار؟ نعم. نعم. غنى هل تحب نعم. ثمرة الصبار؟ أحسنت. حزين هل تفضل بتناول ثمرة الصبار؟ نعم. أريد أن أسأل لوجين سؤالا، هل تقومين بتقشير الصبار بمفردك يا لوجين؟ كلا. كلا لماذا؟ من الذي يساعدك في تقشيرها؟ والدي. الوالدين، إذا الوالدين يقومون بتقشير ثمرات الصبار، ولكن عندما نشاهد والدينا يقومون بتقشير ثمرات الصبار، نلاحظ أنهم يقومون بالحذر الشديد، ولكن مما يحذرون؟ مما يحذرون حمزة؟ من أشواكه الناعمة. إذن يحذرون من أشواكه الناعمة، وماذا يرتدون لكي يتجنبوا هذه الأشواك الناعمة محمد؟ يرتدون القفازات. يرتدون القفازات، أحسنتم. إذن الصبار يجب على الوالدين، هم الذين يقومون بتقشير ثمار الصبار لأنها تحوي أشواك ناعمة يمكن أن تأذينا ولا ننتبه إليها، ونلاحظ أن والدينا دائما يرتدون القفازات المناسبة لتقشيرها. ننتقل إلى الشكل الآخر من أشكال الثمار. ماذا نشاهد؟ ماذا نشاهد؟ ما الثمار التي نشاهدها؟ سنتعرف إلى شكل آخر من أشكال الثمار. تفضل يا لوجين. الكوسة والخيار. الكوسة والخيار. الكوسة والخيار كيف يبدو شكلها؟ كيف يبدو شكلها محمد؟ يبدو شكلها طولي. أحسنت. إذن يبدو شكلها طولي. ماذا يمكن أن نشبهها؟ نشبهها طولي مثل من؟ مثل من الطولي زكريا؟ مثل الأصابع. إذن هي طولية مثل أصابع اليدين. أريد أن أسألكم سؤالا، الكوسة كيف يمكن أن نتناولها؟ كيف يمكن أن نتناولها غنى؟ نتناولها مطبوخة. طيب نتناولها مطبوخة. أما الخيار كيف يمكن أن نتناولها؟ نأكلها نيئة. نأكلها نيئة. ننتقل الآن إلى الشكل الآخر من أشكال الثمار. أصبح لدينا ثلاث أشكال. الآن إلى الشكل الرابع، نسمي الثمار الموجودة. سمي الثمار الموجودة غنى، ما اسم الثمار الموجودة أمامي؟ البندورة والبرتقال. البندورة والبرتقال. البندورة والبرتقال كيف تلاحظون شكلها؟ كيف يبدو شكلها إليكم؟ رجي. شكلها كروي. كروي، إذا شكلها كروي. عندما نقول شكلها كروي ماذا يتهيأ لنا؟ ماذا تشبه؟ ماذا يتهيأ لك في ذاكرتك كروي يا محمد؟ تشبه الكرة. إذا تشبه الكرة، إذا كروي تشبه الكرة. إذا أصبح لدينا أربع أشكال من أشكال الثمار، ولكن انظروا إلى ثمرة البرتقال. ثمرة البرتقال في أي وقت نكثر من تناول البرتقال؟ أو نسمع الوالدين، الأهل، الأطباء ينصحون دائما بالإكثار من البرتقال، في أي وقت يجب أن نكثر من تناول البرتقال؟ زكريا. عند مرض الزكام. عند مرض الزكام، إذا البرتقال ضروري عندما يصاب الإنسان بمرض الزكام. أعيد ونسأل، إذا أشكال تعرفنا الآن إلى أشكال الثمار، أعيد وأسألكم كم شكلا من أشكال الثمار تعرفنا؟ كم شكلا من أشكال الثمار؟ زين. أربعة أشكال. أربعة أشكال، أحسنت. أريد من المجموعة الأولى أن تسمي لي اسم شكل من أشكال الثمار. تفضل يا غنى. ثمار كروية. ثمار كروية. حمزة أعطني مثالا عن الثمار الكروية. مثل البندورة والبرتقال. أحسنت، البندورة والبرتقال. المجموعة الثانية أعطني اسما آخر من أشكال الثمار. تفضل يا لوجين. ثمار قرنية. ثمار قرنية الشكل. زين أعطني مثالا عنها. تشبه القرن. تشبه القرن مثل من؟ الموز والفاصوليا. الموز والفاصوليا. الشكل الآخر محمد أعطينا شكلا آخر. ثمار طولية. ثمارا طولية الشكل. زكريا مثل من؟ مثل الكوسة والخيار. مثل الكوسة والخيار. إذا تعرفنا إلى أشكال الثمار وهي أعيدها أمامكم. ثمار طولية الشكل،
ثمار قرنية الشكل، ثمار بيضوية الشكل، وثمار كروية الشكل. وكل شكل من هذه الأشكال تعرفنا إلى مثال أو أمثلة من الثمار التي توضح هذا الشكل. الآن سوف أوزع عليكم بطاقات نريد تقويما لهذه الثمار وأشكالها. أريد منكم كل اثنان في مجموعة، يجب أن نؤكد دائما على التعاون فيما بيننا. نبدأ بالمجموعة الأولى، تفضل. الثمار موجودة أمامنا، عليكم ملاحظة الثمار على السبورة ومن ثم نقوم بتصنيفها ضمن البطاقات الموجودة أمامكم. تفضلوا. نقرأ السؤال جيدا وننظر إلى الثمرة على السبورة. أحسنتي، نؤكد على الخط الواضح والتعاون. أحسنتي يا لجين يا زكريا يا زين، هناك تعاون فيما بينكم أيضا. أحسنتم. المجموعة التي تنتهي من الإجابة ترفع البطاقة لنتأكد من صحة إجابتها. علينا التعاون زكريا ومحمد. ننظر جيدا إلى الثمار التي أمامنا ونصنفها في الجدول. التعاون ضروري جدا في حياتنا. أحسنتم، أحسنتم الخط وأحسنتم التعاون. أحسن، هناك تعاون جميل بين طلابنا الصغار. أحسن، يلا نكمل قرنية الشكل. أحسن، المجموعة التي تنتهي ترفع بطاقتها. إذا لدينا ست ثمار أمامنا، المجموعة التي تنتهي. أحسنت يا لجين ويا زين، مجموعة حمزة وغنى أحسنتم. بقي لدينا محمد وزكريا، هل انتهينا؟ أحسنتم. نبدأ في المجموعة التي انتهت أولا. لجين، ثمار الباذنجان، ثمار الباذنجان. ثمار الباذنجان، ثمار الباذنجان. في أي جدول صنفنا ثمار الباذنجان؟ شكلها طولي. ثمار الباذنجان إذا شكلها طولية، إذا هون نكتب ثمار الباذنجان، نصنفها ضمن الجدول لنتأكد من صحة الإجابة. ب أنسي لأنك حتى محك. ب باذنجان، أحسنت الإجابة. الثمرة الأخرى، ثمرة التفاح، ماذا كان جوابكم يا زين؟ كروي. ثمار كروية، إذا التفاح نضعها في جدول الثمار الكروية، ثمار كروية الشكل. أيضا الثمرة الأخرى، ننتقل إلى غنى، اليقطي الصبار، ما شكل هذه الثمار؟ شكلها بيضوي. شكلها بيضوي، إذا صبار شكلها بيضوي، نضعها في جدول الثمار البيضوية الشكل. الثمرة الأخرى، اليقطين أو نسميه القرع، كيف يبدو شكلها؟ حمزة، ما هو جوابكم؟ كروي. كروي، إذا ثمار كروية الشكل، تبدو لدينا من خلال الصورة ثمارا كروية، يكفي أن نكتب اسما واحدا منها، إما نذكر يقطين أو نسمي القرع. المجموعة الثمرة الأخرى، ثمرة التوت. زين، تفضلي يا زين، ثمرة التوت بأي جدول صنفت؟ بيضوي. ثمار التوت، ثمار بيضوية الشكل، توت الأرض. توت، هذه هون قرنية. توت الأرض. الفاصولية، ننتقل إلى ثمرة الفاصوليا. عفوا،
ممكن أن أخطأنا في كتابتها. إذا ثمار قرنية، توت الأرض بيضويا نسجلها هنا. أحسنت الملاحظة يا صديقتي. توت، توت الأرض. إذا أخطأنا، أحسنتم الملاحظة يا أصدقائي. يقطين كروية ثمار يقطين. أحسنت أحسنت، هنا نتيجة السرعة لا ننتبه. اليقطين هي ثمار كروية، يقطين. أحسنتم الملاحظة، شكرا لكم وشكرا على ملاحظتكم الدقيقة. الثمرة الأخرى هي ثمرة الفاصولياء. اليقطين ثمرة الفاصولياء، اليقطين اليقطين. إذا سوف نصحح الكتابة بعد قليل. الفاصولياء، الفاصولياء ما كيف يبدو شكلها؟ ذكرية قرنية، قرنية. إذا الفاصولياء تصنف في جدول القرنية، نسجل فاصولياء. إذا هي ثمارا قرنيات الشكل فاصولياء. إذا لاحظنا أن لدينا أربع أشكال: طولية باذنجان، البيضوية الصبار وتوت الأرض، القرنية مثل الفاصولية، والكروية مثل التفاح واليقطين. إذا هكذا كانت إجاباتكم في هذه التمرين من أشكال الثمار. هل أحد لديه سؤال عن أشكال الثمار؟ هل لديكم من سؤال؟ طيب ننتقل إلى الفقرة الأخرى. الثمار الثالث، انظروا إلي جيدا. ذكرنا في بداية درسنا أو في الحوار الذي تناقشتموه تحدثتم عن أهمية الثمار. برأيكم لماذا يجب أن نتناول الثمار أو نكثر من تناول الثمار؟ ما فائدة الثمار لجسمنا؟ تفضلي يا لجين. لأنها تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية لنمو الجسم. أحسنت، إذا إنها تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية الضرورية لنمو جسمنا. أيضا سأعرض لكم هذه الثمرة، انظروا إلى هذه الثمرة. ما اسم هذه الثمرة زكريا؟ المشمش. المشمش، ولكن ماذا يوجد بجانب المشمش؟ ماذا يوجد يا غناء؟ مربى المشمش. مربى المشمش، من أين حصلنا على هذه مربى المشمش؟ من أين حصلنا عليه يا حمزة؟ تفضل. من المشمش. حصلنا عليه من المشمش. من يعطيني هذه الفائدة؟ من استطاع أن يستخلص فائدة ثمرة المشمش؟ تفضل يا زكريا. ثمار نستخرج منها المربيات مثل المشمش. أحسنت، إذا ثمار يستخرج منها المربيات مثل ثمرة المشمش. ننتقل إلى الصورة الأخرى. الصورة الأخرى، عفوا، صورة، ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ ما اسم الثمرة؟ نذكر أولا اسم الثمرة لكي نستطيع أن نستخلص منها الفائدة. حمزة ما اسم الثمرة التي تلاحظها؟ الزيتون. ثمرة الزيتون، ماذا يستخلص من ثمرة الزيتون؟ كما نشاهد ماذا يستخرج من ثمرة الزيتون؟ محمد. زيت الزيتون. يستخرج منها زيت الزيتون. من يستطيع أن يعطيني فائدة لثمار الزيتون؟ فائدة ثمار الزيتون، تفضلي يا غنى. يستخرج منها الزيوت مثل زيت الزيتون. إذا ثمار يستخرج منها الزيوت مثل ثمرة الزيتون. إذا أصبح لدينا ثلاث فوائد للثمار. أول فائدة، من يعيد ذكر الفائدة الأولى؟ زكريا. تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية التي تفيد بالجسم ونموك. أحسنت أحسنت الإجابة. حمزة أعطينا فائدة أخرى للثمار. ثمار تستخدم لصنع المربيات مثل المشمش. أحسنت، يلا زين أعطينا فائدة أخرى. ثمار تستخدم في صنع الزيوت مثل زيت الزيتون. أحسنتم الإجابة. الآن سوف أعيد و أوزع عليكم بطاقات تعزز هذه الفقرة وأهمية الثمار. لنأخذ البطاقات الأولى وثم ننتقل إلى التمرين الآخر. كل مجموعة نعيد ونؤكد إلى أهمية التعاون. تفضل يا غنى. أيضا نتعاون فيما بيننا. نقرأ السؤال جيدا، نقرأ السؤال جيدا. تعاونوا فيما بينكم. هي المجموعة التي تنتهي ترفع البطاقة. أحسنت يا محمد وزكريا، أحسنتم يا حمزة. بقي لدينا المجموعة هل انتهيت يا لجين؟ لا.
هل انتهيت من الإجابة؟ انتهينا، نرفع البطاقة، نبدأ بالمجموعة التي انتهت أولا. زكريا اقرأ لنا السؤال الأول. ما السؤال الذي يحتوي بطاقتك؟ ثمار قرنية الشكل مثل الموز. ثمار قرنية الشكل مثل الموز. نلاحظ إذا ارسم دائرة حول الإجابة الصحيحة لكل من العبارات الآتية. الرقم واحد ثمار قرنية الشكل باذنجان أم برتقال أم كوسة أم موز؟ ماذا اخترت يا زكريا؟ الموز. الموز، أحسنت الإجابة. ما رأيكم؟ ما رأيك يا زين؟ كلام صحيح. كلام صحيح. البرتقال هل يعد من الثمار قرنية الشكل؟ زين؟ كلا. كلا، ماذا نسميه يا زين؟ برتقال أي شكل؟ ثمار كروية. إذا ثمارا كروية. يلا نبدأ بالسؤال الثاني. ثمار تؤكل نيئة. ماذا كان جوابك يا غنى؟ هل هو الكوسة، تفاح، لوبيا أم قرع؟ التفاح. التفاح، إذا ثمار كروية الشكل هي ثمار التفاح. إذا تعرفنا اليوم على أشكال الثمار. إذا ثمار تؤكل نيئة مثل التفاح، وثمار قرنية الشكل مثل الموز. إذا لدينا سؤالين هنا. الكوسة، كيف تأكل الكوسة؟ لم نتناقش. الكوسة، لماذا لم تختار الكوسة يا حمزة؟ لأنها تؤكل مطبوخة. لأنها تؤكل مطبوخة. إذا هذا هو درسنا لهذا اليوم. يجب دائما يا أصدقائي الصغار أن نركز دائما على الإكثار من تناول الثمار، وخاصة التي تشمل على الخضار والفواكه. بعض الثمار ذكرنا أنها تؤكل نيئة، وبعضها الآخر يؤكل مطبوخة. أعيد بس لنتذكر قليلا. ثمار تؤكل نيئة، من يذكرني بمثال واحد؟ مثال واحد، تفضل يا زين. التفاح. التفاح، ثمار تؤكل نيئة. ثم محمد. الموز. الموز، إن الثمار تؤكل نيئة مثل الموز، وثمارا تؤكل مطبوخة. أريد من حمزة. ثمار تؤكل مطبوخة مثل الكوسة. مثل الكوسة، إذا أحسنتم الإجابات. هذا هو درسنا لهذا اليوم. هل أعجبكم هذا الدرس؟ نعم. هل استفدتم من؟ نعم. لكن ما واجبك تجاه هذا الثمار؟ تجاه الثمار، عندما تقوم والدتك أو والدك بشراء الثمار، ما واجبك تجاه هذه الثمار؟ ماذا يجب علينا أن نفعل أولا يا غنى؟ أن نشكر الله على نعمه الكثيرة. يجب علينا شكر الله تعالى على هذه النعم الكثيرة. أيضا هناك شيء ضروري. زين، تفضل. نقوم بغسلها بالماء. يجب غسلها جيدا بالماء قبل تناولها. هذا هو درسنا لهذا اليوم. شكرا لكم وشكرا لتعاونكم، وأتمنى لكم النجاح والتفوق دائما في حياتكم.